تراي الدنيا تقول لك يعني أصحاب النبي بعد النبي شنو أصحاب كل الأنبياء شكرا. مو هذا أول الناس جوعوها، حاولوا قتلها، حاولوا حرقها وحرق علي والحسن. يقولون الباب بس البيوت كلها من الخشب والنار ما تقدر تقيدها، تحرق الباب يعني حرقت البيت. وضربوها وأسقطوا جنينها. ترى هذه مو مسألة بسيطة. تعرف الجنين يتعلق بالرحم، ذول اللي يسوون إسقاط الجنين اسألوهم، يسوون إسقاط الجنين بآلات معينة، آلات كل الشديدة. يقول لك أي شو اسمه الجنين عند آثار الحياة بعد الأسبوع 13. الإسقاط الجنين طبعا ممكن يخدرون المرأة الأم، بس الجنين ما متخدرها غير يشعر. حينما يجهض يستخدم جهاز سحب أقوى 20 مرة من المكنسة الكهربائية حتى يجرون الجنين من الرحم. زين، مجهز بأدوات محددة أشبه بمقص عليه صنارة صيد ليتم به تمزيق المشيمة وشفط الجنين وسط ألم فظيع يجعل الأم تتلوى ألما إن لم تكن مخدرة. زين، الجنين حينما يكون في أسبوع 11 4000 جزء مميز موجود في بدنه، وتتشكل عند 90% من أعضائه وجوارحه، ويكون الجنين قد نبض قلبه 9 ملايين مرة. هذه محسن، لو محسن موجودة كان بميزان الحسين، الحسن والحسين. وأسقطوا جنينها، ابنة نبيكم اللي طلعكم من الجاهلية عدت إلها. كنت في الجاهلية تدفنون البنات أحياء، لا زالت المرأة عدكم حقيرة، لا زالت فاطمة هكذا تتعامدون معها. فاطمة سلام الله عليها، ما أطول عليكم، عندنا قراية. الحقيقة فاطمة الإمام علي سلام الله عليه ما الذي يقول حينما دفن فاطمة؟ قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، علي جبل صبر. يوم اللي ضربوه على راسه صبر، قال: فزت ورب الكعبة، جبل الصبر علي. الإمام زين العابدين في خطبته يقول: أنا ابن أصبر الصابرين، أصبر من أيوب، أصبر من كل نبي. يقول: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلده، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلقد استرجعت الوديعة. الله فاطمة وديعة بيت عدي، استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. وجايا